هذا اخونا جيفري الهولندي سلم. الشرط الوحيد خصك الصلاه ديالك ما تسمحش فيه. رمضان يو واتساب دري بلاش معكم يحيى، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيت لكم في الحلقه الثالثه تاع الكونسيبت رمضان في 10 ديال الدول. الحلقه اللي فاتت درناها في بلجيكا اكزاكتومون في بروكسل، وهاد الحلقه ان شاء الله غادي تكون في هولندا. مرحبا بكم في امستردام. واحد الحاجه، ميمكنش نجي لهولندا وما نتلاقاش بواحد الناس. شكون هما هاد الناس؟ فين الدراري؟ كي دايرين كلشي؟ هو هذاك فين اي الدراري؟ والله شوف هما الدراري رحبوا بينا في امستردام. فين صاحبي؟ اش كتعاود؟ كلشي هو هذاك الحمد لله. في المغرب دابا رجعنا لهولندا. كنا في المغرب تفرجنا في الماتش تاع البرازيل وداكشي كامل، كان معنا ايوب حتى هو. والله الا شوف اجواء يا سلام. اش كتعاود سي ايوب؟ كي داير اخويا؟ دبست امام في هولندا كامله. اليوم غنفطروا جميع ان شاء الله في رمضان، وغنصليو جميع التراويح باذن الله تعالى، وغادي يعجبكم الحال بزاف. المهم ما نقولوش لهم كلشي، هذا وعد، ما نقولوش لهم كلشي. تيشوف تبارك الله على زياد فينا مع اديداس. لا واحد كونتر جديد ثاني، واحد الماتش مع ريال مدريد ان شاء الله. وانت ايوب ما نسينيش انت ايوب. المهم لي زامي ما بقى والو، غادي ادنا شحال باقي ايوب؟ المغرب. المغرب باقي له ساعه برضا. شوف صاحبي راه فيه الجوع، شي فطور مزيان اليوم. بغينا نسمن صاحبي والحرير. نتهلاو فيك اسيدي. راه زيد باغي البيصار، كان قال لك تعجبك البيصار. انا خدمت البيصار مع البرد اللي كاين هنا. قلت ما يمكنش واحد البرد كاين هنا في هولندا. بزاف اصاحبي. بي هامبول اصاحبي. وزيد بي هامبول. جايز بي هامبول. غادي نفطروا هنا ان شاء الله. بعد هنا كاين ماكلة مغربية. واش الوقت ولا باقي؟ باقي اصاحبي، باقي ما ادنش اصاحبي. لا لا باقي اصاحبي. كما شفتوا جينا الماكلة المغربية، داكشي يا سلام ما كزيان. جا هولندا ولا ديما كنبقاو مع الماكله المغربيه. ديما ممكن الماكله المغربيه. لي زامي كيما كتشوفوا هاي الحريره ايوب، غادي تضرب الحريره. باقي دقيقه ما كنتسنى باش ناكلوا ان شاء الله. صحه فطوركم. اول مره لي هنايا في هولندا، تلاقينا بالناس زوينين، تلاقينا زياد ذا بيست ماي مان ماي مان، وايوب ذا بيست ذا بيست امام. خصك تطلب بزاف لان السنه واحد الشيء ياخذ دغيا خصك. يلاه كول اصاحبي، خذ التمر. بسم الله سي براه الدن، حنا غادي ناخذوا التماره. بسم الله. واو معقول الدراري. تبارك الله عليك. شوف داكشي هو هذا هو هذاك يا سلام. المهم لي زامي، من بعد ما فطرنا دابا غادي نمشيو نصليو صلاه التراويح معنا مستر زكريا. دبات زكريا فين صاحبي؟ الغبور. توحشناك والله صاحبي، كنت فكر ايامات قطار. ايوا سير سير سير. والله الا زكريا البقوط ديالنا. زياد دابا شنو غادي نمشيو نديرو؟ زياد نمشيو نصليو التراويح ان شاء الله. غنمشيو نصليو التراويح ان شاء الله. المهم بقاو معنا، غادي نصور لكم داكشي كامل. فلولا كان من قبلكم من القرون إن ربك عليم حكيم. الله وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ثم ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لي زامي الحمد لله، حنا دابا سالينا التراويح. تبارك الله عليك ايوب. شوف والله الا اجواء يا سلام. كنحس براسي دابا بحال في المغرب والله. شي الاجواء واعره. تبارك الله عليك ايوب حبيبي. السلام عليكم. كي داير؟ كلشي هذاك. المهم تخيلوا معايا، هو من سوريا. نعم. وكيضرب الهولنديه باللغه العربيه بالتركيه بالانجليزي. وشنو عرفتي؟ صافي. شوف تبارك الله عليك وحافظ 60 حزب. تبارك الله تبارك الله عليك. صوتك واعر بزاف وراك كاين. معنا الشيخ راشد. تبارك الله عليك والله القراءه جميله. رمضان مبارك. لو بوس. تبارك الله عليك. شوف
واش عندك ما شاء الله داك الشيء هذاك وانت منين انت في المغرب مكناس مرحبا بك كازا الله يبارك فيك شوف اجي لكازا مرحبا بك ان شاء الله وشكرا بزاف المهم لي زامي من بعد ما صلينا التراويح احنا دابا كنريكوبير فوالا احنا غادي نتعشاو معنا عماد معنا البوغوس الشيف الدراري تبارك الله عليك باخ الماهر تبارك الله عليك صفالي زامي هذه اللحظه اللي كتشوفوا دابا تخيلوا معايا من شحال هذه وانا كنفكر باغي نصورها مع ايوب وهاي اخيرا جا الوقت باش نصورها مع الامام ديالنا ايوب فين ايوب كلشي هو هذاك والله الا شوف شرف لي تكون معايا الناس شوف انت بعدا لا حاجه شوف راك عزيز عليه بزاف فهمتوا انا غادي نعاود لكم داكشي كامل كيفاش تلاقيت بايوب تلاقيت بالدراري بزاف فهمتوا المهم انا كنت مشيت للمدينه ندير عمر وباش نجيكم الصراحه قبل ما نمشي للسعوديه ما كنتش شاد في الصلاه الحمد لله جا الوقت مشيت للمدينه تلاقيت بواحد الدري سميتو زكريا ابو حكيم وكان ايوب وكان زياد ابو خلال تلاقيت بهم داكشي كامل وفهمتوا ديك اللحظه صافي كلشي تبدل تلاقيت بايوب الدراري كاملين الحمد لله وليت كنصلي الحمد لله شوف على نظامي كيقول لكم خاصكم تعرفوا تختاروا الصحاب فهمتوا الصحاب عرفوا تختارهم حيت كيما كان صاحبك كيما غادي تكون نتايا شوف تبارك الله على ايوب بعدا انت والله راك عزيز وتبارك الله عليك بعدا ايوب عنده واحد القراءه يا سلام كما شفتوا قبيله في التراويح تبارك الله عليك ما شاء الله عليك شوف بعدا شوف عطي شي نصيحه الناس اللي كيتفرجوا فينا الشباب عطاهم نصيحه اللي ممكن نقولوها للشباب بان الدين ما كيتعلقش بال كاين ناس حبرهم الا شديتي في الدين خص تكون سيريوس ما تضحكش خص تكون ديما في الجامعه خص تكون لا الدين هو النشاط حنا كنضحكوا الحمد لله والله شوف كنضحكوا هذاك الشيء حلال الحمد لله باش نقول لكم الضحك اللي كنضحك مع الدراري زياد ابو خلال زكريا ابو حكيم ايوب كلشي عمر ما ضحكت في حياتي عمر ما ضحكت بحال داك الضحك كنلعبوا بلاي كنقصروا كنفرعوا في بلاي كتفرعوا في بلاي زعما حتى انا كنربحوا قولها قولها شوف باش نجيكم الصراحه كيلعب بالمغرب وكيماركي عليه بزكريا ابو خلال وكيدير لي والنصيحه الاخيره اللي بغيت نعطيها للشباب شوف خصك تعرفوا بان الصلاه هي علاقتك وصلتك بالله سبحانه وتعالى هذاك هو العلاقه اللي كاين بينك وبين الله فالانسان الى قطع الصلاه ديالو هي انه قطع العلاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى كيفاش بغيتي ربي يستجب الدعاء ديالك يسهل الامور ديالك الا ما كتصليش ولذلك خص ديما هذيك العلاقه بينك وبين الله تخليها كاينه يعني تصلي الصلاه الصلاه ثم الصلاه ولكن مع ذلك الانسان كيخطا الانسان كيعصي الله يعني هذه كاينه يعني انت الانسان ولكن خصك تتوب الى الله وتسول الله سبحانه وتعالى دعي يغفر لك ان شاء الله تعالى وربي غادي يغفر لك باذن الله ولكن الشرط الوحيد خصك الصلاه ديالك ما تسمحش فيه والله بعد لي زامي غادي تصلي الله غادي يسهل عليك سليم شكرا با ايوب راك عزيز الله يحفظك تبارك الله عليك هذا اخونا جيفري الهولندي سلم وسبحان الله في هذا الجامع جاء اول مره سمع الاذان من برا هذاك اول مره باش جات له يعني الحب الاسلام وجا واحد ثاني قال الاسلام الدراري تصفيقات تصفيقات لي تصفيقات لي واحد الحاجه ايوب فهمتوا شخص عزيز عليا وحنا جبنا ليه واحد الايه قرانيه قل اعوذ برب الفلق والله تتسهلها ايوب وراك عزيز الله يحفظك الله يحفظك اخويا يحيى الله يجازيك بخير المهم لي زامي هذه غدا تكون هي لافان تاع هاد لا فيديو بعدا كنبغي نشكر هاد الناس اللي كاينين هنايا رحبوا بينا في هولندا شكرا يحيى رمضان كريم